إذن الأخطبوط هو برون. نعم أخطبوط. محمد غربان يعني من الأشخاص اللي أتى فكرة يعجبني جدا. وشنو اللي خلي برونو في هاي المكان؟ يعني شنو اللي يوصلك في المكان؟ بتقول لي إنجازاتك والخبرة وهاي الأشياء؟ لا. بس القصة على بعضها مو براكب في مخي. ساعة قلت لك أنا حتى لو فرق بسيط أنا أعرف شنو اللي أستاهله أقوم فور على طول. أبي أصدق إنه كل من ما كان يبي، فأنا كل شوي في الحلقة باتم ما ذكرك زين إن الناس بتسمع شنو قاعد تقول، فخلهم يصدقون اللي قاعد تقوله. نش صار على أحمد حسن، وين أحمد حسن؟ بيخلص ولا لا؟ كنا بس ننتظر يخلص مع المنامة. كل شيء عندي فيه برونو، كل شيء. أنت يمكن أخبر مني. أحمد حسن طلع من المنامة حق نفس. هاي كل أحمد حسن. أنت طلعت منها؟ لا. هاي كل أحمد حسن. هو دربك طويل تامن في الصفحة الأولى. كمل. تبي ماي؟ لا عندي ماي أوكي. والله. يبون لك إياه؟ لا أوكي. مو طيبة. اشرب ماي تنفس. نفس صعدة. إيه لأن تونا في الصفحة الأولى. إذا برونا ما قاعد يقول صدق قولوا لي يا جماعة، ها؟ ما قاعد يقول صدق؟ ها؟ بوش مش كثر يطلعونك؟ أي شيء تبينه أنا قلته طلع غلط، إيفيدنس موجود، بس بيني وبينك بعدين. عندك رد؟ قول. قول. هاي أهل القادة أهل الكورة. إيه كلنا مع بعض. ما يدري هو أهل السلة، ما يدري أهل السلة. سيد. ماشي صح حتى الآن؟ فاضل. أنتِ تعرفين مشاكلنا بعد؟ إنزين، خلاص؟ شربت ماي؟ إي نو أوكي. إن شاء الله. هذه تعصبني لها. طلعني عن طوري والله. أحمد حسن طلع من المنامة حق نفس الأسباب اللي أنت طلعت فيها من المنامة ولا لا؟ غير البتر أوفر. لا 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 مختلف الموضوع بتاتا. أنت ليش طلعت من المنامة؟ أنا توجه النادي كان لازم أطلع من النادي. أوكي. توجه من النادي، يعني كان الموضوع هاي باحترافية إن أنا مو قاعد أقدم، وعندهم ثغرة مثلا والله في بند، في العقد في بند. يسمح لهم يعني النهاية. أنت قصتك في روحة المنامة لازم تكتب في التاريخ، لأن أنا لو مكان المنامة بموت من القهر. ليش؟ بموت حرفيا من القهر. ما يحق لهم يموتون من القهر؟ ليش؟ أنت لو مكان المنامة وياي بروحك وصار فيك اللي صار ما بتموت من القهر؟ إيه بس ترى صح أوكي بموت من القهر. بس في الأخير تعاقد محمد خربان والله ويا أي لاعب. شنو كان في الأخير شنو كان المطلوب؟ المطلوب من الفريق كان حق بطولات، الفريق كان حق بطولات. شنو سويت؟ شنو أنجزت وياهم؟ النادي خسر يمكن بس جي سي سي ترى، وخسر بطولتين كاس، بس حقق كل البطولات. يعني أنت تشوف أن التعاقد أنا في مباريات معاك. أنا في مباريات ما كنت ألعبها، أوكي أنك كنت مصاب، بس في بعض المباريات ما شاركت فيها. إصابة لإصابة. صحيح، بس في كنت في بعض المباريات شاركت يعني فيها. يعني تشوف إنه ما يحق لهم كانوا يموتون من القهر؟ إنه على شنو يموتون من القهر؟ إنه إحنا متعاقدين معاه وإنه هو مصاب؟ إنه هم يعني تعاقد. إنه ليش تعاقد يا محمد قربان؟ بمبلغ وقدره. أوكي. ليش تعاقد معاه؟ أعلى عقد يمكن كان في تاريخ كرة السلة. واتيفر. ليش تعاقد معاه؟ يدفعوا لك الشرط الجزائي اللي 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 صح. اللي من الأهلي فيعني. كل ذي وما حصلوا من برونو اللي يبونه. بس ليش تعاقدوا يا برونو في الأخير هما نادي المنامة؟ ليش؟ أنا قاعد أسألش ليش؟ ما أعرف جاوبني. في الأخير نادي المنامة يعني كان لاست 6 years أنا قبل أنتقل للنادي. كان لاست 6 years النادي ما قاعد يحقق بطولات. الحين سواء برونو لعب ولا ما لعب، النادي حقق بطولات. فأنا الهدف إن أنا وقعت يا هاي اللاعب أساسا أسترجع البطولات، البطولات رجعت. رجعت بسببك؟ واتيفر رجعت بسببي مو سببي، أنا تعاقدت يا هاي الشخص أساس البطولات ترجع. البطولات رجعت. طبعاً أنا كان استيعابي بطيء حزتها. بعدين فهمت أن برونو كان يقصد أن هدفهم الأساسي في إضعاف قوة الأهلي تحقق. فغيرت رأيي شوي، يعني يحق لهم ينقهرون بس مو بوايد شوي.
اوكي. تشوف ان الناس تشوف الصفات اللي قلناها او المكان اللي انت فيها حاليا بطريقه سلبيه اكثر؟ صفات لخبطوط تزعج الناس؟ يمكن في ناس ينزعجون بس الكلام وايد، والاخطبوط في السلة له معارضين وله مؤيدين. وعارف قلته وفكرته شنو استفدنا الحين؟ الحكم اللي بنسقطه على الأشخاص مهم لدرجة حتى عقلكم يمكن ما يستوعبها، لأن كل نتيجة بنوصل لها بنبني عليها أي حوار بيكون بيننا بعدين. والكلام اللي تقولونه بينكم وبين بعض بس ما عندكم الجرأة تقولونه في العلن هو سبب كل نقاش سمعتوه الحين وبتسمعون تكملته بعدين. الناس في الأخير ما تعرف شنو اللي قاعد يندار داخل، مشكلة ترى اليوم اللاعب أو أي واحد موجود في الفريق يعني إذا بيقعد يسمع حكي الناس هاي ترى مشكلة. في الأخير أهم شيء هو إذا بينه مثلاً خلينا نقول جمهور، هو أهم شيء اللي بينه وبين الجمهور إنه هو يحترم الجمهور سواء كان جمهور فريقه ولا جمهور خصم، لأن كلنا عارفين إنهم في رياضة ترى الجمهور هو اللي جاي يرفعك فوق هو اللي جاي ينزلك تحت. بس إن أنا بقعد أسمع كلام الناس جمهور برا إنه واحد يمشي في الشارع أسمع أوه هذا كذي هذا لازم يسوي كذي هذا لازم يسوي كذي، إذا في ناس مختصين في اللعبة لا. أوكي. مصطفى ليش ما يبت الأهلي؟ مصطفى ليش ما يبت الأهلي؟ ممكن لاعبين ممكن أتفق وياك، لا تأثير على اللاعبين، لا 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 تأثير على اللاعبين، بس إذا هو يلعب للمصلحة الشخصية أو أن فكرة بس أناني كان يقدر عيال خالته مصطفى وعلي حسين يجيبهم الأهلي. صح. بس هو ما سوى هالشيء، فهو ينظر أشياء ثانية. فكرة قلت لك نضيف مصطفى كان متاح، كان متاح في وقته هو يقدر يجيبه أكيد، لأنه كان مختلف ويا المنامة ودخلوا عليه نادي النجمة وكان واقف بيكمل سنتين، كان يقدرون يكسرون الشر وايد طريقة، بس بونو ما دخل عليه ولا خلى عشان يفكر في مصلحة مصطفى ولا عشان شنو بالضبط؟ ما يسمح لعاقبة إنه يطلع مصطفى من منامة. من الأساس ليش ما يبتلى أهلي؟ من يوم صغير؟ إيه. أنا كنت في منامة. إيه أوكي. أنا كنت في منامة. وحين عقده هو إيش كثر؟ 4 سنوات. أنا تدخلت في الموضوع. شنو شلون تدخلت؟ أنا اللي صايق عقد مصطفى. والتفاوض مع المنامة كان عن طريق. شلون؟ ما أعرف هذه القصة. شلون ما تعرفينها؟ لا مصادرك ضعيفة. إيه ما حد قال لي إياها هذه القصة، قول لي إياها. مصطفى قلت لك إحنا متبنينا. فلما أنا أتبنى شخص أكون مسؤول عنه في كل الطرق. إنزين. فكان عنده عرض من النجمة وعرض من المنامة. أن أو أنه كصلح من المنامة. الولد كان زعلان من المنامة أو whatever. مصطفى؟ نعم. ليش؟ ما أعرف شنو الأسباب الرئيسية اللي وقف فيها أو شيء، أو ما بيأخذ في تفاصيل هالشيء، بس أنا علي إن اللاعب لازم كان يلعب. الفكرة الرئيسية يعني ليش كان زعلان؟ أظن عقد يبغي عقده وكان ولد النادي أو شيء كذي يعني هالقليل. أو زيادة في الراتب. أوكي. ما أعرف يعني. ما عطوا فير أوفر؟ ممكن لأنه هو كان ولد النادي أظن. زين. فتدخلت في الموضوع أنا وقلت له ما تفاوض ويا أحد، وحتى كلمت والده قلت له تفاوض ويا يعني سواء من النجمة ولا من المنامة. بس أنت تبيه الأهلي؟ بس أنت تبيه الأهلي؟ ما في حماية بمصطفى. أنا ممكن أمور عاطفية والخالتي، ما في حماية بمصطفى. ما تشوف إنه أفضل؟ مو في البحرين. ما تشوف إنه أفضل المنامة؟ حاليا يمكن أفضل المنامة. عارف. أنت شنو تبي؟ لأن إذا أنت كنت تبي تسوي شيء كنت بتسوي. فأنا اللي يهمني تلعب. وصيغ لك عقدك بالطريقة الصحيحة، منها حطيت بند إنه يحصل منت أظن يا 20 يا 25 دقيقة لازم يلعب. إنزين. أي وقت يلعب عرض خارجي يقدر يطلع. إنزين. يعني من هالأشياء اللي أنا أصريت تكون في العقد.
عقب ما تسمعون هالكلام يمكن تقولون إيه هالشرط اللي خلى مصطفى في العربي القطري، بس لا، العقد اللي وقع عليه مصطفى كان عقد ثاني، ومصطفى ما راجع البنود وقتها، وعقده ما كان يسمح له يطلع في نص الموسم. ولا تشوفون الموضوع إن مصطفى راح احترف وخلاص، لا، الموضوع كان أكبر مما تتخيلون. وصل ليه اللجنة الأولمبية، والمنامة حسب ما وصلني ما طل وايد، وقال إذا تبغون نطلع مصطفى ترجعون أحمد سلمان. واللجنة الأولمبية طبعاً رفضت هذه النوع من المساومة. الخلاصة إن الموضوع كان متشربك بين برونو والعجمي واللجنة وسلطات عليا، ليه ما شفنا موستي اليوم في قطر مو في المنامة؟ وبعيد عن مصطفى الحين حسين شاكر. انت سويت لي يا ادرى، اعرف انا متوقع الاسامي اللي بنطرحون، احمد كويد، احمد حسن، سين. شوف جام، انت متوقعهم يعني تعرف انه يخصونك بطريقه او باخرى، ايه، او انت مؤثر فيهم بطريقه او باخرى، دامك قلت انهم ما يخصونك. هاي حديث الساحه، هذا ما يبي حسين شاكر، احمد كويد شلون طلع، ما يبي احمد حسن. حديث الساعه، الكل تكلم ورا ظهر برونو، وبرونو عمره ما جاوب ولا رد على اي شيء غير اللي سمعتوه وبتسمعونه. لا ما يبيهم، ما يبيهم. زين ترى ممكن يكون زين البرنامج، ترى صرت بين الحقائق الواقع هاي. اوكي، حسين شاكر تعرف انه هو يبي يعتزل في الاهلي صح؟ اي ابغى اعتزل، اي ابغى اعتزل، بس بيصير ما يصير؟ هل بيصير الوقت اللي انا اعتزل فيه قبل لا ارجع الاهلي؟ هل برجع الاهلي ولا ما ارجع الاهلي؟ ما اشياء ثانيه. ليش حسين؟ بس يمكن اذا جاء القرار انا لازم اعتزل، لو كنت في وين بعتزل. ليش حسين شاكر مو موجود في الاهلي الحين؟ تقدرين تستضيفين اداره الاهلي وتسالينهم. والله حسين شاكر نجم والنادي نادي. شوف اذا انت ما بتوقع مع احد ولا شيء مو معناته شيء شخصي، يمكن ما يفيد المنظومه، يمكن يعني في عده عوامل، مو شيء شخصي ابدا. من وجهه نظر حسين ما ادري، بس اعتقد هم لهم الاجوبه. اعرف، باخذ جوابهم، ابي جوابك. ما يصير ما تدري. لو ادري بقول ليش ما يصير، ما عندك تخمين، ما عندك توقع، يعني ما يصير ما تدري. قرار اداري. اوكي. قرار إداري من إدارة النادي، سواء إدارة النادي ولا إدارة السلة. في الأخير هو قرار إداري، كلهم مو قرار فني. من بالضبط أعرف أنه في النقلة من محرق ما صار لك شانس أن أنت تروح الـ الـ الأهلي، على الرغم من يعني احتياجهم حق بونديغار، احتياجهم لك بقول أوكي، بسبب خلافك أو خلينا نقول سوء خلافك، خلنا نسميه اللي ما بيتطرق له ومو بعاجبني ولا بيسولف عنه، مع خالد كانو. حلو؟ اوكي، عدى ذي الموضوع. رحت عقب محرق وين؟ النجمة. اوكي، خلص عقدك من النجمة؟ ما خلص، انتهى. خلصت عقبتك من النجمة. زين، وين بتروح؟ وين لازم يروح؟ اي فريق يحتاج حسين شاكر؟ اي مو شيء شخصي ابدا مع حسين شاكر، يعني الناس حاطين انه هو شيء شخصي، لا ما اتوقع، بس ما صارت فرصه يعني. يمكن ما يحتاجون بوينت جارد، بس انت يمكن ما يحتاجون حسين شاكر، في اسباب واجد، بس ليش اضيع انرجي مالي واضيع هاي؟ خلينا نقول انهم الحين ما يحتاجون حسين شاكر. حلو. لما كنت في محرق خلص عقدك مع محرق، وين حسين شاكر؟ وين حسين شاكر؟ كان حزتها أحمد حسن بيروح المنامة. كانوا بطبيعة الحال أي واحد، أي أحد من أهل السلة يفكر أنه ما حين في حاجة حسين شاكر. حسين شاكر يمكن إدارة الأهلي يفكرون out of the box. كنا نبي علي عقيل يأخذ الدقايق ماله، ما في شيء يعني، حتى مو فني يعني، بس القرار إداري. أنا مو شخص يعني ما يبي على أساس إنه لا نذكر أشخاص بالإدارة النادي ولا إدارة السلة. أنت تبي تعرفين الأشخاص من الأسامي؟ لا، أبي إدارة النادي ولا إدارة السلة، ما أبي أعرف الأسماء من. يلا، يمكن بوث الاثنين متفقين، يمكن وأنت متفق معهم طبعا. يمكن إدارة الأهلي يفكرون out of the box،
كل الناس يفكرون شيء هم يفكرون أكثر لايكس. تفكير احتياجاتهم يشوفون احتياجات الفريق، ما يحتاجون حسين كلاعب، ما يحتاجون حسين كموجود في الفريق كليدر، تفكيرهم وقراراتهم يعني. بس إذا تبي تعرفين ديتيلز أزيد أعتقد توجه السؤال لهم يمكن أعرف. يمكن تحصل جواب. ما فكرنا حتى نبي بوينت جارد ثاني الصراحة. مو شيء شخصي في حسين. البوزيشن كنا ناويين نجيب فيه محترف ويبنا بوينت جارد نفس ما شفت المحترف الثاني اللي هو تايلر. ما صارت مفاوضات أبدا ويا حسين إنه يرجع؟ لا والله تبي الصراحة لا والله ما صار. لا تجاوبني بس كذي. بجاوب. تقول لي أبي بس عشان الناس تسمع إن أنت تبي. لا لا الناس تسمعك بوضح لك لا. في أشياء في الحياة في كل مكان. ساعات واحد يقول لك والله هذه بس يسوي العمل بدون عاطفة بدون هاي العاطفة تتدخل في حياتك كل شيء. ترى ناس وايد يسألوني قالوا لي أوه ترى ما يبي حسين شوقي، حسين شوقي رجع بيصير كابتن. إنزين. والله أول ما يدخل باب النادي أنا بعطي خيارة الكابتن مو هو يطلبها. الأخطبوط ما يبي التايجر. لا والله والله كقال قلت لا والله. من الموضوع من يأكل الموضوع من طريقة بس هم يشوفونها. الأخطبوط يأكل التايجر ولا التايجر يأكل الأخطبوط؟ اخطبوط مسكين اللي هاي الأخ... لا في الاخير والله ترى موضوع اداري موضوع اداري هاي انا كلش مو عندي مشكله انه هو يكون موجود في الفريق بالعكس اتمنى وياه ترى انا تربيت وياه تشوف اليوم ان برونو مو عنصر مؤثر في عوده حسين شاكر للاهلي او تعاقد الاهلي مع حسين شاكر ولا شيء يعني اليوم ما فكرت فيها عشان اعطيك جواب يعني ما فكرت فيها ان هل هو السبب ولا فهمتي ما عندي جواب يعني اليوم انت تبي تفهمني ان برونو ما له علاقه في هاي الاشياء ما ادري يمكن له علاقه يمكن ما له علاقه فقاعد اقول لك انا ما فكرت في الموضوع عشان اقول لك احنا مكاني قاعده فكر الحين لا يبقى لي تفكير طويل لان فكر الحين تفكير طويل موضوع خطر تسعيت اول مره وشفت ردود الافعال الحين مؤخرا حق موضوع العمر حق موضوع هاي حتى انا ترى داخل في الموضوع الحين ترى حتى حم قربان اليوم وكيف فريق الاهلي صح وانت عندك حم قربان بيج بوس وعنده ميزانيه النادي وعنده ميزانيه كل شيء صح زين ترى في اكيد ناس من فوق ترى مو كلهم متفقين حم قربان لازم يكون موجود في الفريق في ناس قاعد ترى يقولون ترى كبار بس ناس يقولون لا والله ترى هو يقوم باي المهام هو يسوي كذي هو يسوي كذي بس ترى برونو شوف حتى حسين اكيد في وجهه نظره انه هو اليوم مو موجود في الاهلي لأن أنت ما سعيت إنه هو يكون موجود. وأنا سألت هالسؤال تحديداً لأن إنزين والأوضاع والمشاكل اللي كانت موجودة تجاه خالد كانو ما كان يعني طفت وخالد كانو أصلاً ما يعني الأمور هدأت وما عنده مشكلة إنه هو يرجع. فمن اللي ما يبي يرجع؟ ليش حط في السؤال إن إحنا ما نبي؟ بس ترجعتين. أقول لك شيء بس ما تزعل مني. لا. كلش لا. 100%. وعد. وعد. إنزين. صراحة أنا مكان الأهلي ما اختار رجعك. أوكي. قرار. رأي شو نحترمه. يمكن الناس رأي شو اسمه رأي إدارة الأهلي. لازم احترام الرأي. يعني ما أظن لازم يرجعونك. إيه احترام. احترام آراء لازم. ما تبي تعرف ليش؟ ما أحتاج. إيش هالبرود؟ ما تبغيني في الفريق ليش ما تبغوني في الفريق انا اقول لازم ما ترجع لي احتفظي في اسرارك ما عندي اسرار ربي اقول لك اللي يقول لي تفضل يلا ولا تزيني قول انت اصلا زين يوم طلعت وحصلت باتر اوفر اي ناقشتهم اي ناقشتهم ايش كثر طلبت زياده ايش كثر ايش كثر طلبت بأك يعني مو نفس الأوفر اللي حصلته لا مو نفس الأوفر اللي دبل لا أنا اللي كنت استلمه يعني أنت كنت استلم لا طلبت زيادة إنه مو يوازي الأوفر يكون قريب حقه وكان هاي الزيادة بالنسبة حق العقد مالك كانت إيش كتر ضعف ضعفين ثلاثة أضعاف لا نعم يمكن 10% 15% على عقدك على طبعا لازم تكون أولوية تكون حق النادي اللي أنت فيه بس إنه كان الفرق المبلغ واجد وما صار يعني زيادة إنه مو إنه يوصل حق الأوفر اللي حصلته إنه قريب حق الأوفر. أوكي. ما أعرف. يعني أنا. هاي إصرار هاي السبب إن أنتي ما بتاخذيني؟ لا. تبي تعرف؟ أي قولي لي. تبي. يعني قلت ليش لا تقولين؟ مستحيل أقرر إنك ترجع الأهلي. أوكي.
لو أنا كنت مكان خالد وكنت أحبك الحب اللي حبه لك خالد وشلون هو كان شايلك في عيونه ويموت عليك صح. زين وما قعدت علشان خاطري وطلبت 10% ولو إن شاء الله لو طالب 5% زيادة على العلاقة اللي كانت تجمعك فيني صح. وأنا شنو كنت معاك مو تطلب 5% علي لا تقول لي نزليني 5% خالد ما كان في المفاوضات لا حسين. خالد ما كان في المفاوضات لا حسين بغض النظر خالد ما كان في رئيس المفاوضات. النادي عنده قرار يقول إيه عنده قرار يقول لا فعقب كل هاي سب لا ما ترجع رايش واحترمه رايش واحترمه ما ترجع وجهة نظر واحترمه سيد هاشم سيد هاشم سعيد سعيد هاشم والله سعيد له وايد انا كنت ضد يعني اجينست ان سيد هاشم يطلع تقعد اقول انت تقول برون انت صاحب القرار انت هاي اذا انت قلت سيد هاشم هاي لا انا قلت ان سيد هاشم يتم في الفريق انا اصلا يعني اوكي بتقول لي فنيا يمكن هم يقول لك انه فنيا كان تو كلوز اي اصلا من اعز اصدقائي انا الحين قول لي اتوقع ايش صار الحين ليش واحد عشان اصدق ليش واحد من اعز اصدقائه يبي يتخلى عنه هذا يمكن حتى يفكر شنو لو بزنس ولا نادي ولا شيء خلنا اخذه من ناحيه العاطفه انا يوم يعني مثل ما قلت لك النادي سالني انا ترى النادي يوم قال لي سيد هاشم وقع قبل سنتين والله سنتين وقع قبل يوم النادي سالوني عن سيد هاشم انا قلت انا ابي سيد هاشم ليش ابي سيد هاشم هاي الحين قبل لا يروح الحاله مو قبل ذي الحاله اللي قبلها لا ما ابي اللي قبلها هذه واللي قبلها بقول لك اول شيء عن اللي قبل يلا زين قول بعدين بقول لك هاي اللعبه اوكي اللي قبل كان الموضوع نفس الشيء زين قالوا لا والله سيد هاشم يعني كبر قلت خلاص احنا الايتيز في مرحله خطيره في كره السله انزين هاي كل واحد على القتال اللي هو يقاتله وانه شلون يقدر يكون يسوي سرفايف يعني في الموضوع قالوا هاي يعني مثلا فنيا سيد هاشم ما بيخدمنا فنيا ما بيخدمنا يمكن اشاركهم الراي مو بشرط يخدمه فنيا بس انا كنت ادري ان سيد هاشم بيخدمني في كيمستري مال الفريق انا من اللاعبين اللي اؤمن بشيء اسمه كيمستري انت اللي محافظ على الكيمستري مال الفريق ليش وأنا تحتاج سيد وأنا هاشم اؤمن بهالاشياء لا يد واحده ما تصفق احنا ما نسوي سيد هاشم الاخطبوط ما عنده يد واحده سيد هاشم لا والله بقول لك شيء لا سيد هاشم ترى غير هاي لا تاثير على لاعبين صغار يخلي روح يعني روح الفريق روح حلوه يعني الواحد يبي اليوم يحضر التمرين لان عارف حين بروح التمرين بيغير جو هناك سيد هاشم موجود هاي كان انا بالنسبه لي مهم ترى حق الكيمستري هاي مكانك شنو ذي هاي ادوارك لا مو ادواري انا ادواري ترى انا مهمتي ترى اقوم إيه انت حتى التمرين ما تحضر شنو انت حتى التمرين ما تحضر لا احضر لا احضر والله بس كان مهم لنا بالفريق ترى الشيء الثاني هاي معروف في كل مكان في الرياضه انا فايز ليش اغير فريقي انت اليوم ناجح طاقم العمل مالك تغيرينه ما بتغيرينه ليش ما بتغيرينه في كل شيء نسويه سبب الميزانيه في كل شيء سواء استقطاب محترفين استقطاب محليين في كل شيء الميزانيه اول والاخير هي السبب فانت سعيد حق سيد هاشم انه هو يكون موجود والاداره رفضت ايش كثر ضغط اقول لك اخوي ترى ضغط اخوي بس مثل ما قلت لك في الاخير هاي الشيء اللي لازم الكل يعرفه. شوف يعني هو أنا ما أقول لك إن سيد. الأندية مو جمعية خيرية. ما أقول لك إن سيد هاشم إيه اللاعب الواو اللي حق الأهلي يحتاجه لا أنا ما أتفق مع هذا الكلام. لا بس إحنا. بس حق اللي البوزيشن ماله هو اللي شنو بيسوي والله ما بيسوي أنا كنت أدري إن سيد هاشم بيه وكان عندي لاعبين زي ما يلعبون بعد الحين في لاعبين ما يلعبون كنا ندري سيد هاشم يمكن ما يلعب بس كنا ندري إنه هو بيضيف لنا هاي الأدوار اللي إحنا نحتاجها. ترى شوف إحنا نروح هني مو شرط إذا. اللاعب ما وقعناه ان احنا ما نحبه ولا ما ندري بالعكس رفيجنا وكل شيء السيد هاشم النعم فيه وللحين متواصلين معاه وللحين صديقنا وكل شيء بس الظروف والميزانيه تحكم صار الميزانيه اقدر اقول عنها عذر بس مو بعذر مقبول لان الاهلي حزتها كان يفاوض لاعبين يعني بالعقل معقول الاهلي يفاوض لاعبين وهم ما عندهم ميزانيه معقوله مثل قاعد اقول لك انه مو كل شيء في يد برونو اي صراحه انا بديت اؤمن في هاي المقوله تعرف ليش
انه مو كل شيء في يدك. انا كان يبي احمد حسن وما صار. اي لانه ما كان اوكي يبي حبس يبي يخلي سيد هاشم وما صار. لا لانه كان ما يبي أول سنة احمد كان يبي حسن واحمد حسنك وقع. وين وقع؟ الاهلي؟ اي انت الحين تقولين برونو عنده هاي الباور كله، لو كان برونو ما يبي احمد حسن كان احمد حسن بيوقع في الاهلي. لا مو هاي اللي خلاني اقول الحين. يعني ليش؟ مو هاي اللي خلاني اقول الحين ان انت ما عندك ذي الباور السلطة المطلقة. تعرفون شنو اللي لاحظته او اللي اكتشفته؟ على قولة المثل كل من في قلبه شقل ليلة، والناس قاعدة تعامل برونو على أساس أنه مجبور ولازم يسوي اللي أهما يشوفونه صح، ولا بيكون مكروه ما أعرف، بس مو لازم على الأقل نفكر أنه يحق له مرات يسوي اللي أهما يشوفه صح بدون ما يفكر شلون يرضي غيره. النادي يستشيروننا في بعض الأمور، بعض الأمور اللي نقدر نوصلها بطريقة صحيحة نوصلها، واللي ما نقدر عليها ما نقدر عليها. لو ميثم جميل قال هو يبي يكون كابتن الفريق بتقبل؟ بقبل يا عادي اي واحد فيهم حتى هشام لوزان. انا لين شو اقول لك يعني تلقى يقولها ميثم ربوا معاي وهم صغار وانا كنت لها كواحد فيهم ذي هشام ما بيقولون انا اعرف اخلاقياتهم انهم ما بيقولون بس حتى لو قال يعني هشام على ميثم ليش ما يقول ميثم كان يبي يكون كابتن المنتخب في الوقت اللي حسين شاكر كان فيه كابتن المنتخب فليش ما يقول ابي الكابتنيه من برونو ما ادري انا ما اتوقع بيسويها معاي اوكي يمكن يسويها يمكن هو اذا صار يسواها هناك هو غلطان بقول لك انا هاي وجهه نظري في الموضوع حتى لو ما يهتم بيسمع ويسمع اذا كان ما يهتم فكر ان حزه حسين شاكر كان موجود هناك انه بيكون انا ما ادري هو سوى هالشيء ولا ما سواه ما تدري بس لو فكر انه سواه ما يهتم غلطان ما تدري أكو قاعد أقول لك أنا ميثم غلطان 100% بس تدري ولا ما تدري؟ ما أدري ما أدري إذا هو يعني صار الموضوع شلون أنا بعيد عن المنتخب في هذه الأثناء بس قاعد أقول لك إنه غلطان هذه هاي في ناس تفتعل هالشيء اللي هو يبون يسوون خلاف غصب بين اللاعبين لا ما نبي مو خلاف نبي حقيقة حقيقة أنا ما شفت هالشيء للأمانة ميثم عمره ما طلب إنه هو يكون كابتن المنتخب؟ لا ما أدري بس يعني سونو ليتر ميثم كان بيكون كابتن يعني على حسب الروستر الموجود وقدمه من زمان كان في لسته هو فأكيد يعني سون ولا ترى موجود حسين شاكر ولا مو موجود بيكون هو كابتن منتخب أنا حالياً ممشيها في الغدمية بس عادي تفاجئين تلقين وينشيزم هو الكابتن عادي إذا شفت فيها مشكلة بتصير فهمتي شخصك عادي تشوفين مصطفى أصغر لاعب ولا علي أخو ولا علي جابر ولا اللي يكون شكر الله إذا شفت بتصير مشكلة في هالموضوع فيكون الخيار عندي فأنا ما أسمح يكون خلاف الكابتنية حسين شاكر الكل كان متفق عليه من اللي من عاير اللي يفتعل هاي الموضوع علشان يسبب خلاف شارع ما في دخان من غير نار ليش بيقولون فكرة ميثم سواها إذا هي مو موجودة أصلاً ممكن بين اللاعبين تصير بس أنا ما وصلني ما وصل شكل الموضوع بطريقة خبيثة ما قاعد أقول عن ميثم هاي الكلام قاعد أقول إنه هو كان يبي يكون كابتن المنتخب في الوقت اللي حسين شاكر غلطان. يبي فيه كانت رغبته وسعى إنه هو يعني إذا سعى هو وهالشي صار والله ما صار ما بتقول لي إذا ما تعرف هاي الموضوع لا أنا مو في المنتخب لا سمعت أنا حالي سمعت بس أنا ما دخلت في الموضوع ولا جيت يوم كلمت ميثم ولا جيت يوم كلمت حسين شاكر أبدا وأنا علاقتي ترى حتى حسين شاكر كلش ما فتحت الموضوع قاعد أقول ليش ناس تأثروا فيني وخذوني كقدوة بس إنه يعترفون في ناس ما يعترفون في ناس غيره ورقامة على شاني خل ما يتم يسمع إذا هو كان مسوي هالشيء أوكي هذا الشيء غلط وإحنا تربينا على هالشيء نهائي شيء مرفوض رفضا باتا يعني إحنا لو متعلمنا نحن نحترم أكبر منا نحترم اللي الناس اللي وقفوا ويانا أنا ترى حسين شاكر بيني وبين سنة بس صالحني في كل الفئات ترى حسين شاكر يكون كابتن فوق لأنه واقف من نفسنا بس أقول لك ميثم شخصيته اختلفت من يوم كان لاعب عادي لكابتن معناته كان يبي عاد هذا هو داخل أنا ما أدخل في النوايا ما أدخل في النوايا هو طموح حق مشروع في النهاية كل من يعرف إن هاي كابتن وهاي كابتن إذا دمون يمكن كان ما أعرف
في فيلد وان اقدام ازياء. يعني لو واحد شوي اخذ وعد في الاهلي ايه بحط يا فهمي لا حق مشروع ايه بس ما ضر حسين ولا اشتغل على حسين ولا يتكلم في حسين. انا اصلا هاي المجال سوالف اللي ذي يتكلم ذي عشان يوصل ولا يبي يتقرب مني بالكلام. انا عندي قاعده اللي يتكلم فيك يتكلم عندك يتكلم فيك هاي قاعده الحياه. فنيته ما صلح على كلامك بس انا كشخصيه اختلفت. ممكن ليش انت ما تقولي يمكن يوم صار عليه المسؤوليه تغيرت شخصيه ممكن حس في المسؤوليه. إذا كان هاي الموضوع مع المنتخب اللي قلتيه أنت صحيح لازم أغير عقليته. وأنا بعد حالي حالكم وحالي حال برونو. صدق كنت أبيكم تسمعون من ميثم لأن اللي وصلني واللي شفته إن هذه الكلام موجود ويدور حول ميثم. وأنا ما أحب أي شيء خصوصاً إذا كان خطأ يظل في ملف وتاريخ أي شخص بدون ما نتكلم فيه. نتكلم فيه وننهي. بس ميثم رفض. بس الشيء اللي متأكدة منه أن العجمي صريح وحسب تقديري لو كان هالكلام صحيح كان بيقوله والحين بتعرفون ليش. ليش ما خليت ميثم يروح يتحرك؟ ليش ما خليت ميثم يروح يتحرك؟ إيش دخلني؟ صدق؟ والله مالي خص. ولا قلت له ولا شيء؟ ولا كلمة. إنزين أقول لك شيء؟ وناصر قول لي الصدق. أنا ما ميثم كان بيروح محرق. نعم. أوكي؟ يعني ما بصدقك في كل شيء تقوله اليوم. أوكي. إلا أن أنت تقول لي. ترى الناس في. ولا نقاش صار بينك وبين ميثم. مبلا صار. ولا مكالمة ولا ولا نصيحة. يوسف كانوا صديق وأخ قبل لا أدخل مجال السعر. إنزين. عبد الرحمن بن ناصر صديق وأخ ما أدخل في النص. إنزين. أنا أروح للأنسب للاعب. يي ياخذ رايي اقول اروح الجهه. ميثم مو مرتاح ويا الاهلي روح الحرب. ما ميل مع جهه ضد جهه ما لي مصلحه. فهمتي؟ انا بالنسبه لي كان في كذا لاعب في بالنا من ضمنهم يعني كنا نبي نجيب اثنين ما نبي نجيب واحد صراحه كنا نبي نجيب اثنين لكن ما وصلنا لاتفاق ويا اي واحد فيهم. ميثم ومن؟ ما بتكلم عن لاعبين أندية ثانية. ليش؟ لاعبين عندهم عقود. إيه بس يعني عادي هاي الشيء صار كان في الفترة اللي تسمح لهم إنهم يعني أصلاً ينتقلون. لا لاعبين موقعين عقود وتحت عقود وينتمون لأنديتهم فأنا ما بغيت. الحين أنا عارف ميثم بس بعرف الثاني من. أنت عندهم شلون عرفت إن بعد؟ لأنني سمعت سالفة ميثم يعني من السالفة اللي سمعتها قلت الحين باكر ميثم بيروح محرق وبيوقع بس يعني. استغربت إنه ما صار هاي قلت باكر بيروح العقد. عرفت الحين. بعرف شنو قلت حق ميثم. قلت له روح محرك إذا أنت شايف أنت مو مرتاح في الأهلي. لا قلت ما قلت له روح ما أظن قلت له روح محرك ما صدق. والله العظيم. قلت له روح محرك. تبين أتصل له الحين؟ عادي وتلفوني مو كاف أي يبونه. أتصل له قدامك. قلت له روح محرك. لا أكيد يعرف عندك لقاء وياه إنه ما ظني يجاوب صح ما أدري. لا حاليا ما يدري وش ترى بشتعوا بطلع بقول له بروح لهالدرجة يعني. لا بس أقول لك إنه يعني أتحدى يقول كلام. لا ما قلت له ليش محرق إيش لك في محرق أو. قلت له عندك عروض ثانية قال لي محرق داخلين عليه بقوة. ميثم طلبه كان بسيط. ما بتكلم عن ذي الأمور. أحس شيء كان سهل جداً عليكم إن أنتوا توفرونه. ما بتكلم. ما بتسحبين مني الحكي. لا بس أبي أعرف. إنزين الثاني من؟ أنا أبي أعرف. أنت تبين تعرفي أنا أبي وايد ناس تبي هالشيء. مو شرط أحصل. في طلب شيء غير اللي أنا أعرفه؟ أنا ما أعرف شو تعرفين وأعرف. أنا أعرف إن كل طلبه إنه هو كان يبي وظيفة فقط مع عقده. إحنا صراحة أنا اكتشفت هالشيء من هالسبع سنوات اللي ثمان سنوات اللي هي الفترة. كل لاعب يبي وظيفة. لا إن لازم نبدل الاسم. شنو؟ بدال نادي المحرق ديوان الخدمة المدنية.
فاحنا يعني الحمد لله يعني شوف نادي المحرق ناس يعني ريايلها في كل مكان، رجالات نادي المحرق في كل مكان وما يقصرون على عيال النادي، لكن اللي بركز عليه خطين تحت كلمة عيال النادي. فلازم الواحد يجي نادي المحرق بعدين يحصل الأمور اللي يبيها. وشيخ عبد الرحمن قال هالجملة تحديداً لأن ميثم ما راح لأن شرطة كان يتوظف قبل بعدين يروح، بس ما أعرف ليش ما فكر أن محرق بعد من حقهم يشرطون نفس شرطة ويقولون له تعال بعدين تتوظف. أما يكون لاعب نادي ثاني ويقول أنا أبغي وأنا أبي، ناس مو بملزومة. أزاي خلا فضحة عليك، هو حاط عذره في الأندية الوظيفة؟ أي أنا وظفته خلاص؟ أي الحين شنو قلت لك؟ وظفته خلاص وظفته؟ اي متوظفه هو. اوكي مبروك ميثم. الحمد مبروك لله. ميثم بس انه هو ما يبي احد يدري، بس انا فضحته في اللقاء لان انا ما في بريك عندي. اوكي انزين معناته فانا قلت له دام عذرك الوظيفه ميثم انت حاليا عندك وظيفه، انت مو مرتاح هني، يلا لا يزعلون مني يوسف، الاهلي لا يزعلون مني، تاخير رواتب عليك وانت عندك التزامات، يعني مو مرتاح نادي ثاني إذا بيلتزم وياك، مرتاح متأقلم ويا الأهلي خليك ويا الأهلي. فهو شنو قال لك؟ قال لك أبو ناصر أنا مرتاح في الأهلي بس أكو محرق بيعطوني وظيفة وبروح هناك علشان الوظيفة، وأنت قلت له لا إذا لا تروح محرق وأنا بعطيك وظيفة، ولا شنو كان سيناريو؟ أفكر كذي. أنت ظلمت الريال. محمد كان يبي يروح محرق؟ ما كلش ظلمتي أنت، ما له شغل هو في هذه الأمور. ريال ميود منصبه في لجنة المنتخبات، المنتخب قاعد يقدم نتائج وايد زينة في هالفترة اللي طافت، ما له شغل بانتقال اللاعبين إلى مكان ولا مكان. ليش راح محرق وليش راح انترفيو ويا نادي محرق؟ هذا تسألون أخوة تسألون. إذا كانت الوظيفة في يده من قبل ما خاف؟ ما أعرف ما أعرف شنو فكرة شنو اللي هو يبغي يوصل له، بس أنا يوم قلت له أنت عذرك الوظيفة صح؟ أنت موظف، ليش تقول لهم أنا موظف؟ هالكلام قلت له. قال لي إيه بس يعني الوظيفة مو بثابت للحين، قلت له إيه بس بتثبت، أنت قاعد يمشي لك راتب، خلاص ما عندك عذر، مو مرتاح ويا الأهلي، كمل. معناته اللي سواه غلط الصراحة، إنه هو راح وتكلم معاهم وخلوا يودونا انترفيو وعقب قال لهم لا. أكيد غلط. ما يمشي غلط. شوفي أنا من قبل من أيام الرفاع. أنا ما كنت أكلم اللاعب إلا كان عبد الرحمن غالي كلمة قبل. أنا ما أحب أكلم لاعب يعطيني كلمة ويرد فيها، أنا الكلمة هي عقدي وياي، فتنعكس علي في ذي البارت اللي هو الكلمة. فميثم اللي سواه كله خطأ، شلون تجلس ويا الريايل وتوعدها وتخلف كان ما جلست وياهم البداية. قلت له؟ لا أنا ما أدري الحين توني أدري منك إنه اجتماع ويلس وذي. شخصي خلينا نشوفها من نظرة ثانية، إنه يعني ميثم كابتن الفريق يهمك إن أنت يعني تكون خلينا نقول نوعا ما راضي عن أي نادي هو يلعب فيه. أكيد. أي نادي. فهاي هو كان السبب فقط. أي بس ما تدخلت إني روحي منه، قلت لك هني تربطني وياهم علاقة الأهلي ومحرك تربطني علاقة ويا عبد الرحمن بو ناصر. فما أقدر أتدخل وضعي حساس. كل منا شغل في كل شيء، هاي الواقع اللي أنا شفته. لا ما. قول لي أنا غلط. أنت غلط. أنا مو في سالفة محمد. في سالفة إنه كل منا شغل في كل شيء، هاي واقع السلة حالياً. يعني أنا ما بيا أقعد أقول حق الناس إنه إن الواقع كذي هو شيء ثاني. يعني الواقع كل من صاير له شغل في كل شيء. سترة والبحرين والثمانية. لا لا. ما يبون محتوى. لي شغل في. مو قصدي هاي. مو قصدي هاي أنت تعرف شنو قصدي. لا قولي. هاي قصدي إنه يعني على سبيل المثال محمد العجمي وميثم علاقتهم يعني زينة، وفي النهاية ميثم كابتن المنتخب ومحمد العجمي رئيس لجنة المنتخبات. فما أعرف يعني قد يكون والله أعلم. لا بلا يعني إذا طلع إذا يعني أنت اللي قاعد تتكلم عن ميثم، أنا ما أتكلم.
لكن اذا ميثم طلع من كل شيء انا ما عليك انت كل شيء قطع علي اذا ميثم طلع من الاهلي وين بيروح اذا طلع من الاهلي يا بيروح المنامه يا بيروح المحافظه وما بيرجع المنامه يعني اذا بيطلع بيروح يا هني يعني فهذه الثلاثه فرق يعني الواحد لما يطلع من ذي النادي يروح ذي النادي هذه الثلاثه انت ما نزلت ليفل انت للحين على نفس الليفل ف الليفل اللي اقصد فيه المنافسه المشاركات الخارجيه اللعب المنتس اللي بيحصلها هني او هني او هني فكون محمد مثلا مسؤول لجنه المنتخبات اللاعب دي بالذات ما ينخاف عليه وين يروح بيحصل منتس بيحصل لعب بيحصل نجوميته وهو لاعب ما شاء الله عليه الامانه يعني سواء راح مع المحرق ولا الاهلي يعني ما فكر فيها بس ممكن شوفي ممكن اذا الحين تقولي لي فكر على السريع اقول لك يروح ويا محرق عنده مشاركات خارجيه عنده بطولات مهمه وبالتالي تنفعك في المنتخب تنفع النادي انه يحقق للبلد وتنفعني كمنتخب مشاركات وحدك بس هل ركزي على هالبارت لا كنت تبي ميثم وايد في الفريق انا كنت ابي اطور من الفريق وقلت ليش كان في لسته لاعبين كنت ابيها وكنت ابي اثنين من هذه خلينا نقول 4 و5 ما قدرت اجيب الا واحد زعلت انه ما يوم او ما قدرت تجيبهم الحياه تمشي بدونهم عادي لان الحياه تمشي ولان ميثم كان موضوعي تعرفون شنو الشيء اللي العجمي اختار انه يغيره فيه بس يبطل انه يتذمر وايد انا وانا 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 كل الناس عندها ظروف صد اي شيء صح انا ميثم عارفه وايد امس بتدمرني بس ذي الشيء أوكي. ترى كل الناس عندها ظروف كل الناس تمر بظروف ما في حد خالي من المشاكل ما في حد خالي من فدنيا تمشي أوكي. سلمها لربك سلمها لربك أعرف أني بحتاج وقت لين أخليكم تفهمون أن الهدف من هالحوارات مو مشاكل مثل ما تظنون الصح صح والخطأ خطأ وفي هالمجال ما في شيء بيصير وبنعديه ترى مرات اللي نظن انه صح نكتشفه خطا والعكس صحيح متى بتعتزل ما بعتزل اذا حسيت روحي انه خلاص مو قادر اعطي يلا مكانك جاهز لا وين بتروح قبل ما تعتزل عندي مكان انا ترى حاليا قاعد افكر وين ما قاعد اتكلم هي الناس في الموضوع قاعد افكر باب تعال عن السله وين تروح؟ أبغى أركز شوي على يعني وظيفتي بس أعرف ناس وايد يقولون هالكلام بس ما يعني ما يفون بعدهم تبي تروح يتمون يردون يرجعون إدارة المنتخب ويا العجمي إيش دراج بعد كل من يقول الصراحة مو بانا صح إيه وعطاك وقت لا بس أنا للحين منتظرة وبيكون عضو في لجنة المنتخبات؟ ممكن يكون في التيم تحت مو كلاعب كإداري شنو في بالك لا بالضبط؟ لا والله مو حط بالي كلش إنه إداري القرارات الصحيحة أحياناً تكون خاطئة إذا خذيناها متأخر ما أعرف بس لازم يكون له دور مؤثر جدا على اللاعبين فكرة حلو في السلة مخ نظيف ممكن يكون مدرب مساعد مدرب ندخله دورات ليش لا والجدل على حق ينهي كل شيء شائك ما له حل اللي حاب أذكره هاي إحنا مو مجبورين دائما سواء أنا ككابتن فريق ولا اللاعبين ولا الإداريين إن إحنا نبرر حق الناس إن هاي الشيء ليش صار وهاي الشيء ليش ما صار وشو ما صار مو كل الشيء اللي قاعد يتكلمون فيه في الشارع ترى هو صحيح ما في ولا شيء صحيح برا في الشارع يتكلمون هذا ما يبي فلان هذا ما يبي فلان هذا ما يبي فلان وهذه وزع الكيكة على ربعة وهذه أنا الكيكة وزعها على ربعة كتبوا أهلي 45 شخص ما ذي قاعدون مع بعض كلهم والاعتراف بالذنب فضيلة بس نصيحة موجهة قاعد يعني عامةً
ان انت لازم تكون انسان نظيف في الشيء اللي بتسويه، يعني دائما تخلي نيتك زينه عشان الله يعطيك على قد نيتك. ف دائما حاول تساعد الشخص عشان يرجع لك الاحسن، في النهايه انت المستفيد. ف هاي النصيحه اللي حاب اوجهها، بس اتمنى حق التوفيق يعني. واذا اليوم ما في شيء واضح، كل شيء مع الوقت بيوضح. بالعكس نحن نحب هالبرنامج دي، اهل الخيل واهل الكوره، وحياكم وهاي ناديكم اي وقت، بس سلامتكم. في النهايه اللي قلناها اليوم ممكن يتغير في ثانيه، والثانية عند أهل السلة تغير قدر. شفت الخلل في مثلاً خلنا نقول هاي العناصر الثلاثة اللي أنت ذكرتهم الحين؟ مو حلوة، فحسيت روحي إن أنا ما أقدر أعطي يعني طول السنة على مدار 12 شهر. ممكن يعني ما كان في محاسبة إن أنت على مدار هالسنين يا اتحاد كرة السلة في البحرين ما حققت شيء للرجال. بالضبط. وين المحاسبة؟ لو محمد العجمي في رئاسة لجنة المنتخبات كنا بنشوف هاي الاعتذارات؟ عسكري. سترايك. بس مو سبب من الأسباب.